السلام عليكم أخواتي. في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة فتحة الرقبة، أو هنا فتحة العنق. هنا عملت فقط هذا الجزء لكي أريكم. أنتن طبعا ستعملن الطول المناسب لكم، يعني من 36 إلى 42 كما قلت في الفيديوهات السابقة. ماذا سأفعل؟ سأرتفع. أنا لن أصعب عليكم الشغل، أو سأعمل بطريقة بسيطة. هذا الجزء، هذا الأوسط لن أعمله، هذه الصدفة لن أعملها، فقط سأعمل هذه الخمس أعمدة وأكرر حتى أتحصل على 8 سنتيمتر أو 6 أو 7 حسب القياس الذي سيدخل منه العنق. سأعمل هذا الجزء بنفس الطريقة، وهذا الجزء بنفس الطريقة، وهذه الصدفة أو الكوكياجة ستبقى في الوسط. أتمنى أخواتي أن تفهمنا ما أريد أن أصل فكرته. بسم الله، سنرتفع كالعادة 4 سلاسل، 2 3 4، ندير الشغل فوق كل عمود عمود، يعني في المجموع هنا في الجانب 3 أعمدة بسلسلة الارتفاع هكذا. سأقرب كما تشاهدنا أخواتي، 2 سلاسل هاته التي تكون في الجانب، ثم فوق 5 أعمدة هاته 5 أعمدة. يعني جد سهل الموديل، جد سهل، عمود فوق كل عمود. سأريكم فقط هذا الجزء، والجزء الآخر ستعملنه بنفس الطريقة. ستركبنا الخيط في الجانب، هنا كان الخيط لازال راكبا في الجانب الآخر، ستعقدنا الخيط هنا فوق العمود، ترتفعنا 4 سلاسل وتكررنا الشغل هكذا. سأريكم طريقة الرجوع في هذا الدور فقط لأنه تكرار هكذا. ها هما 5 أعمدة. نرتفع مرة أخرى هنا كما تشاهدنا أخواتي، نرتفع 1 2 3 4، نفس ما كنا نعمله في هذا الجانب سنعمله من الجانب الآخر عند الرجوع في الدور. ثم شاهدنا أختي أخواتي، هذا الذي ارتفعت منه هنا لن أعمل، سأنتقل إلى العمود الثاني. سأريكم العمود الثاني هذا، ثم أعمل عمود ليبقى عندي نفس العدد، يعني 5، ثم العمود الثالث لأني الآن أصبح عندي عمودين بسلسلة الارتفاع هكذا. كما تشاهدنا ها هما الآن أصبحوا 3، بقي عندي 2 1 هنا. هذا اللون لا يظهر في التصوير وأعتذر أخواتي، هكذا أخواتي. ثم العمود الخامس سلسلتين، ثم أنتقل إلى هذه السلاسل، هذه الأعمدة في الجانب، سأكررها فقط 1 2، ثم العمود الأخير 3 أعمدة هكذا. أتمنى أن يكون واضحا. ثم في هذا الجزء نفس الطريقة سأعمل، أنا سأعمل فقط جزء، وأنتن طبعا ستعملن القياس المناسب للرقبة وهو 8 أو 6 أو 7 سنتيمتر. أنا فقط سأعمل جزء منه لكي أريكم، ونمر إلى طريقة التزيين من الجوانب. سأعمل هذا الجزء وهذا الجزء لأنه فقط تكرار. هنا أخواتي كما تشاهدنا، بعدما عملت هذه الفتحة، أنتن طبعا قمنا بحساب 8 سنتيم أو 7 أو 6 كما قلتها سابقا، عملت الجانبين. الآن سأمر لتزيين هذه الجوانب
لن أقطع الخيط طبعا بعدما انتهيت هنا، لن أقطع الخيط، سأستمر، سأرتفع 1 2 3 ثم داخل أول فراغ يصادفني هذا سأعمل عمود، هكذا عمود بلفة طبعا، ثم سأرتفع 1 2 3 وفوق هذا العمود الذي عملته هنا سأعمل 3 أعمدة هكذا 1 2 3 زائد الارتفاع يعطيني 4 هكذا عفوا سأنتقل إلى الفراغ الموالي هنا، هذا الفراغ الأول، هذا الفراغ الثاني، سأكرر نفس الشيء، عمود بلفة هكذا، ثم ارتفع 3 سلاسل 1 2 3 وأملأ وراء هذا الفراغ ب3 أعمدة زائد الارتفاع يعطيني 4 أعمدة هكذا 2 3 ثم أنتقل إلى الفراغ هذا يعني الموالي، أي فراغ يصادفني هنا يعني الفراغ الموالي من الأدوار السابقة، وأستمر هكذا ثم أرتفع وأملأ وراء كل فراغ، يعني موديل جد سهل وتزيينه كذلك جد سهل، سأملأ ب3 أعمدة زائد الارتفاع ليصبح عندي 4 أعمدة هكذا، أتمنى أن تكون واضحة، سأعيدها مرة أخرى، هنا انتهيت بملء وراء الفراغ، سأنتقل، الفراغ يكون واضح كما تشاهدين أخواتي، هنا في هذه الجوانب يكون واضح، ها هو الفراغ، هذا أو هذا أو هذا هكذا، سأملأ الآن هذا، سأعمل عمود بلفة هكذا وراء، ثم ارتفع 1 2 3 وراء هذا العمود هنا الذي ارتفعت به هنا في الأول أملأ ب3 أعمدة 2 3 زائد سلسلة الارتفاع يصبح عندي 4، أتمنى أخواتي أن يكون واضحا، يعطيني هذا الشكل، عفوا غير واضح، هكذا سأنهي على طول هذا الشغل كما تشاهدنا أخواتي، فقط أنا لا أرغب في الفيديوهات تكون طويلة ولا تستفيدنا أخواتي، أتجاوز التكرارات، سأعمل حتى أدير كل الشغل حتى أصل إلى هنا أخواتي، أتمنى أن يكون مفهوما، ومن لم تفهم أي شيء في فيديوهاتي تترك لي تعليق أو تراسلني على الخاص أو في المجموعة أو على صفحتي، تجدون روابطها في صندوق الوصف، وشكرا لكم أخواتي على المتابعة والتشجيع.